كمن حملت وتستفيق كواريكم من الخشب غدا تجر ظل أصابعي خلف لهفة الوصول. رون هنقاو ناوى ريقاي قيشتو كوار كيبي إيشا. يعود مهرجان أبي تمام بنسخته السادسة ليزين سماء الموصل ويكون ربيعا ثالثا لربيعيها، وهو مهرجان مثل ما يعلم الكثيرون قيم في نسخته الأولى عام 1971 بمشاركة عربية كبيرة، لكن إقامته كانت دائما بفترات متقطعة، حيث أن آخر مهرجان أيضا بمشاركة عربية وقيم عام 2018، ونعود الآن بال 24 لنقيم مهرجانا آخر. نأمل بعد هذا النجاح الذي حققه هذا المهرجان، حيث أن في مهرجانات كثيرة لا نرى جمهورا إلا الشعراء، لكن نجد الجمهور الموصلي الداعم الكبير للمهرجان حاضرا في كل الجلسات. نأمل من أن يكون هذا المهرجان سنوي، يقام سنويا إن شاء الله. إلا من الجن والغيلان والحصب، وكم رأيت احتمالات مؤجلة. خلال هذه الأيام ربما تكون قليلة في عمر الزمن، ولكنها كبيرة بما قدم فيها من شعر عظيم، التقى فيه الشعراء العراقيين بالشعراء العرب في مهرجان يمثله رمز من رموز الشعرية العربية أبو تمام. التقى شعراء خلال أمسيات شعرية وقراءات صباحية أيضا، كان الاختيار فيها والانحياز فيها للشعر بشكل أو بنسبة عالية جدا، ولذلك استمعنا إلى قصائد رائعة كما نرى مدينة الموصل، وهي قصيدة رائعة ومدهشة أيضا، استمتعنا بجمالها، استمتعنا فسعدنا بهذا النهوض الكبير والسريع لتقوم من ويلات الحرب. لم يصبح الناي لولا أنه ثقب، ما زلت عبر دخان الحرب فاتنة ودجلة دمعة في خدك سكب. أخت الجنوب على جوع يقاسمها نخيله في الخطوب الظل والرطبة. بدأنا نرى أنه الموصل تعود، هذا مهم جدا، لا شك أن الموصل توأم حلب، وأنا هون يعني أنا كسوري حاسس وكأنني أبدا في حلب، لم تفرق كثيرا لا بأهلها لا باللهجة لا بالحركات لا بالأكل، ومسرور جدا. نحن فرحون جدا كشعراء عرب بعودة مهرجان مهم مثل مهرجان أبي تمام. مبسوطين جدا كلنا، كل العرب فرحون ويثنون على هذا التنظيم الهائل. عبيت كمن حملت وتستفيق كواريكم من الخ